تجربتي في برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي كان جدا رائع. دخلت وحدة الطاقة المتجددة، مرة استمتعت فيها. كان كل يوم نسوي تجربة بيدينا، يعني بعمل يدنا، وبعدها بيوم نسوي فيديو نصممه احنا. فمرة صراحة كان شيء ممتع وجميل. بدأت رحلتي مع موهبة من الصف السادس ابتدائي، تشجيع من الوالد، وكان دائما يحفزني ويقول لي انه ادخلي برامج، جربي هذا، يسجلني في اشياء جديده مره. ودخلت في اكثر من برنامج، منها برنامج العلوم المتقدم في الرياضيات، وكمان برنامج موهبه الاثراء المهاري وموهبه الاثراء الاكاديمي. استفدت من برامج موهبه انها طورت شخصيتي وعطتني ثقه اكبر بنفسي. صرت اشوف البنات اللي معي ونفس اهتماماتي. اقتفت من برامج موهبه مره كثير، طورت شخصيتي، اكتشفت ميولي كمان، قابلت بنات مبدعات نفس تفكيري، نفس الأشياء اللي ننتمي لها. طموحي في المستقبل أني أكون مهندسة برمجيات في جامعة الملك فهد للمعادن البترول، كمان أني أصير خادمة البلد إن شاء الله، وكثيرين يستفيدون مني في هالمجال اللي أنا أحبه والتخصص اللي أحبه. نصيحتي لكل الطلاب والطالبات أنهم إذا تحت لهم الفرصة أنهم يدخلوا برامج موهبة ما يفوتون أبدا هذه الفرصة. موهبة دائما تحتوي كل المواهب.